في الجزء التاني من الكورس هنتكلم عن الطريقة اللي الجراس هوبر بيشتغل بيها، الطريقة اللي الكومبوننتس بتستقبل البيانات بيها. الجزء ده مهم جدا وممكن يكون صعب شوية، بس هو أساسي، لازم الواحد يبقى فاهمه كويس أوي علشان يعرف يشتغل على الجراس هوبر بعد كده لوحده. لو في أي حاجة جديدة هو عايز يعملها مش مشروحة في الكورس ده مثلا، يقدر إن هو يبقى فاهم اللوجيك اللي الجراس هوبر بيشتغل بيه، على أساسه يعرف يعمل الحاجة اللي هو عايز يعملها دي. الكلام اللي في الجزء ده ممكن في الأول ما يبقى مش مفهوم، وده عادي، هو هيبتدي يتفهم أكتر مع التجارب لما تبتدي تعمل مشاريع بنفسك، ولما نكمل في الجزء التالت في الكورس نبتدي نجرب نعمل examples لبروجكت صغيرة مع بعض. هحاول على قد ما أقدر في الجزء ده إن أنا أعمل أمثلة نشرح بيها الكلام اللي بيتعمل علشان ما نحسش إن إحنا تايهين. بفكركم تاني إن أول جزئين من الكورس ده أنا محضرهم من الكتاب اللي اسمه Grasshopper Primer 3rd Edition، دي صورة الكتاب. الكتاب ده تقدروا تنزلوه من على جوجل PDF ببلاش، ولو في أي حاجة واقفة معاك من اللي أنا شرحتها تقدر ترجع تاني للكتاب ده وتشوف مشروح إزاي. الجزء ده هيبقى بيتكلم في الأساس على الطريقة اللي الجراسوبر بيستقبل بيها البيانات، وإزاي نقدر نغير البيانات دي أو إن إحنا نخليه يعمل حاجات مختلفة بنفس الداتا اللي متوصلة له. وده اللي اسمه الـ Data Structure، انتقال الـ Data من Component للتاني بيتم ازاي وازاي نقدر نغيره. أول حاجة لازم نفهمها هي اسمها الـ Lists، فالـ Lists دي زي مثلا هنا أنا عندي Curve وصلته بالـ Component اللي اسمه Divide Curve، ولا Divide Curve بيقسم الـ Curve ده لعدد من الـ Points، فأنا هنا كان عندي الـ Count اللي هو 6، قلت له عايز 6 Segments. 6 Segments دي معناها إن أنا يبقى عندي 7 Points. هنيجي نبص على الاوتبوت بتاع البوينت هنا في البانل، هلاقي المنظر ده. المنظر ده عباره عن ليست الايتيمز، اول بوينت، تاني بوينت، تالت بوينت، رابع بوينت، وعندي هنا 0 1 2 3 4 5 6، ده اسمه الاندكس. الاندكس ده هو زي ترتيب البوينت في الليست دي، ده اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده ساعات لما كنا بنتكلم على الكيرفز، وقلنا ان الكومبوننت زي الانتربوليت كيرف او النيربس كيرف او البولي لاين بيحتاجوا البوينتس تكون مترتبة بالترتيب اللي احنا عايزين نوصل بيه الخطوط ما بينهم. فهنا هو ده الترتيب 0 1 2 3 4 5 6، في الحالة دي ده ترتيبهم على الكيرف اللي احنا بنعمل له ديفايد. ممكن تكون لاحظت ان الارقام هنا بدأ بزيرو، وده لان في جراس هوبر الليست بتبدأ بزيرو مش بتبدأ بون. فانا لو عندي ليست فيها 7 بوينتس هلاقي ان اخر رقم 6. بعد كده في عندي هنا حاجة اسمها الليست باث. الليست باث دي هنفهمها قدام لما نيجي نتكلم عن الداتا تري، بس حاليا المهم تعرفوا ان الليست باث دي هي عنوان الليست دي. تعالوا نبص مع بعض على الاكزامبل ده. دلوقتي انا عندي كيرف اللي هو الكيرف اللي فوق ده، كيرف تاني اللي هو الكيرف اللي تحت ده. الكيرفز دي انا قمت جيت عملت لهم ديفايد كيرف اللي احنا لسه قايلينها. فاول واحد عملت الديفايد لستة 6 segments، تاني واحد عملته 8 segments علشان يبقى عندي 2 lists مختلفين في الحجم. عندي هنا اول list فيها 7 points، تاني list هنا فيها 9 points. جيت استخدمت component اسمه point list، وصلت بيه ال point اللي هنا وال points اللي هنا، واحد لكل points، واديته size. point list ده بيكتب لي ال indices بتاعت ال list دي، الارقام اللي كانت هنا دي، يعني على كل بوينت بيكتب لي الاندكس بتاعها 0 1 2 3. بس وعملت هايد للبوينتس دي وخليت البوينت ليست بس عشان اشوف الارقام. انا دلوقتي عندي اهو تو ليست، واحده فيهم اكبر من الثانيه. وجيت عملت الكومبوننت اللي اسمه اللاين. اللاين ده بيوصل ما بين تو بوينتس، فانا قمت جيت في اول في الاي حطيت له اول ليست، وفي البي حطيت له الثاني ليست. تعال نشوف كده اللي هيحصل لو ظهرته. هتلاقي ان هو قام جه راح وصل البوينت الاندكس اللي اسمه 0 بالاندكس اللي اسمه 0، وال1 بال1 وال2 بال2 وهكذا. بعدين جه في الاخر جه وصل ال6 بال6، وبص لقى ان في 7 و8 بوينتس ما لهمش حاجه هنا اهو، فقام راح عند اخر بوينت هنا كررها تاني، راح وصل ال6 بال7 وال6 بال8. طيب ده زي التصرف اللي الجراس هوبر بيعمله في الطبيعه. طب افرض انا مش عايز ده، في طرق ان انا اغير التصرف ده. في مثلا حاجه اسمها shortest list. shortest list دي بتقوم موصل ليها two lists. تعال نوصل ال two lists اللي كانوا عندنا اللي هنا واللي هنا.
وهتلاقي هنا مكتوب مثلا interpolate. لو قمت جيت عملت رايت كليك ممكن اغيرها اخليها trim start trim end. تعال نشوف دول بيعملوا ايه. فتعالى نوصل الليست الجديدة اللي خارجة منها ال A وال B، ووصل ال A هنا وال B هنا، الاقي ان هو هنا عمل لي المنظر اللي حصل ده، خلى ال 0 وال 1 دول يتشالوا من الليست الطويلة. فهنا shortest list النوع ال trim start لقى ان الليست دي اكبر باتنين بوينتس من الليست دي، فقام قال انا هشيل الاتنين بوينتس الزيادة دول خالص، هشيلهم من الليست الكبيرة، بحيث ان انا اخلي التو ليست ليهم نفس الحجم. بس احنا اللي قلنا له هنا قلنا له تريم ستارت يعني قص من البدايه، فقام قص لي اول تو بوينتس اللي هم ال 0 وال 1 شالهم من الليست دي. فكده بقى الاوتبوت بتاعي ان انا عندي تو ليست، التو ليست دول نفس الحجم. فتعالوا نقارن الاوتبوت بتاع الليست اللي هي الطويله قبل ما نخش الكومبوننت وبعد ما نخش. جينا بصينا هنلاقي ان هنا كان فيه 9 بقوا 7، وهتلاقي ان 2 اتشالوا. انهي 2 اللي اتشالوا؟ هتلاقي ان هنا 173 دي اول بوينت اللي هي كانت تالت بوينت هنا، فهو شال اول 2 بوينتس اللي هما كان الاندكس بتاعهم 0 1، وبعدين الاندكس تاني بيبقى ابديتد، فال 173 دي بقت هي ال 0 وبعدين 1 2 3 لحد 6. ده اول behavior ممكن الكومبوننت ده يعمله. تاني حاجه هي ان انا اقول له trim end، فده بيعمل نفس الكلام بس بدل ما بيشيل اول 2 بوينتس بيشيل اخر 2 بوينتس. نفس الكلام برضو راح شاف ان هنا ده في 7 ايتمز، فقام راح عند الليست الكبيره عدى 7 ايتمز، وبعد كده شال كل الايتمز التانيه اللي في الاخر اللي هما كانوا ال 7 وال 8. في نوع تاني اسمه انتربوليت. انتربوليت ده نفس الكلام، بيشيل 2 ايتمز عشان يخلي التو ليست دول زي بعض، بس المره دي بيشيلهم في النص، بيشيلهم بطريقة نوعا ما موزونة، فيشيل مثلا شال دلوقتي واحدة هنا وواحدة هنا. ده بالنسبة للكومبوننت اللي اسمه shortest list. في بعد كده كومبوننت تاني اسمه longest list، ده بيعمل العكس. لو جيت وصلته ال A وال B هنا ال A وال B هنا، هتلاقي ان هو مسك الليست الصغيرة. تعال نبص على الليست التو ليست دول. الليست الصغيرة هنا كان فيها 7 كومبوننتس زي ما قلنا، خرجت بقت 9 كومبوننتس. قلنا له ريبيت فيرست، فريبيت فيرست دي مسك اول بوينت اللي هي الزيرو اللي هي 159 دي، وكررها مرتين كمان، تلاقي انها بقت في 3 من ال 159 دي، علشان في الاخر تبقى حجمها قد الحجم بتاع الليست الطويله اللي هي هنا. فكده هما الاثنين بقى فيهم نفس عدد الايتمز. برضو دي فيها السيتنجز بتاعتها، في ريبيت فيرست ممكن تعمل repeat last، دي اللي كنا شفناها في الاول، ده كان زي الديفولت behavior اللي كان بتاع جراسوبر. وفي برضو interpolate. interpolate هتلاقي بيكررهم بطريقة موزونة نوعا ما، فهنا هتلاقي يعني حط لي واحدة في الاول واحدة في الاخر. في بعد كده behavior تاني بيستخدم بكومبوننت اسمها cross reference. cross reference دي لو قمت جيت وصلت بيها ال A وال B، بعدين هنا وصلت ال A وال B، هتلاقي ان هو وصل لي كل حاجة بكل حاجة. ال 6 دي وصلها بكل الليست التانية، ال 5 وصلها بكل الليست التانية، وهكذا. اللي احنا شرحناه ده اسمه الداتا ماتشنج، هي ازاي الانبوتس يتعمل لهم ماتشنج في الداتا بحيث ان هو يطلعوا لي الاوتبوت اللي انا عايزه. بعد كده هنشوف طرق ازاي ان احنا نعمل بيها كرييت للليست دي. في عندي مثلا كومبوننت اسمه السيريس. السيريس كومبوننت دي بيعمل لي ارقام مسلسله. الانبوتس اللي هو بيبقى محتاجها الستارت، عايز الارقام دي تبدا من كام، فانا هنا قلت له عايزها تبدا من 0. بعد كده الاندين اسمها الستيب، انت عايز ما بين كل رقم ورقم يبقى فيه قد ايه، الارقام بتزيد ازاي، فاحنا قلنا له الستيب تبقى 2. الكاونت بيقول لي عايز كام رقم، قلت له 7 بس. فهتلاقي الاوتبوت هنا 7، فهتلاقي الاندسيز بدأ من 0 ل 6 اللي هم 7 ارقام اللي هم كانوا الكاونت. بعد كده الستيب اللي هي 2 هتلاقي ان هنا بتزيد 0 2 4 6 8 10 12، هي دي الستيب. بعد كده الستارت قلنا بدأ من 0. ممكن استخدم حاجه زي كده في ايه؟ نفترض ان انا عندي كيرف زي الكيرف اللي هنا ده،
انا لو انا عايز اعمل كوبي للكيرف ده، مفيش حاجه اسمها كوبي في جراس هوبر، في حاجه اسمها موف. موف تحرك لي الاوبجكت، بس بتحرك لي، بس بتسيب الاوبجكت الاساسي موجود زي ما هو، فكانها بتعمل كوبي تاني من الاوبجكت ده. نفس الكلام روتيت، نفس الكلام سكيل، كلهم بيعملوا كوبي تاني من الاوبجكت، مش بيحركوا الاوبجكت نفسه. فهي دي الطريقه اللي الواحد بيعمل بيها كوبي. فانا دلوقتي لو عايز اعمل كوبي للكيرف ده، اقدر اعمل موف وبعدين اقول له انا عايز احركه في اتجاه الواي، وعايز احركه مسافه 10 يونتس، ولا ان انا لما بحرك المسافه كده اللاين بيتحرك معايا. طب افرض انا عايز اعمل 10 كوبيز منه، في طرق كتيره ان انت تعمل بيها حاجه زي كده. السيريز واحده منهم، فتعالوا نقوم جايين نعمل سيريز، وتعالوا نغير الارقام دي، نقول مثلا عايزينه يبدا من 11. الستيب بتاعتي عايز مثلا ما بين كل لاين ولاين مسافة 4، وعايز يبقى عندي فيه 20 لاين. الكلام ده لو جينا بصينا عليه هنا اهو في الاوتبوت، هتلاقي عندي الليست دي بادئة ب11، الرقم ده ماينس الرقم ده ب4، وهتلاقي ان انا عندي في النهاية 20 رقم، لو ما 19 زائد الصفر اللي في الاول. لو انت غيرت الستيب دي هتلاقي ان 7 بتتغير هنا، الكاونت اقدر الستيب اقدر اغيرها، الكاونت اقدر اقلله او ازوده. الليست دي لو قمت وصلتهم كلهم في الفاكتور بتاع اليونت فيكتور اللي في اتجاه الواي، هتلاقي ان هو عمل لي كذا كوبي من الكيرف. وتقدر تشوف مثلا ان الستارت هو بداية الكيرفات دي بتاعتي تبقى من فين، الستيب هي المسافة بينهم، والكاونت هو عددهم كام. فده مثلا استخدام من الاستخدامات اللي الواحد ممكن يستخدم فيها السيريز. تاني طريقة الواحد ممكن يعمل بيها الليستس هي الرينج كومبوننت. دي اللي احنا كنا استخدمناها في الفيديو الأخير ساعة لما عملنا الكولر ويل، وقلنا إن ده بيبقى فيه دومين، الدومين ده بيبقى عبارة عن رينج من الأرقام، مجموعة أرقام بقول له الأرقام اللي من 0 ل 1 في الحالة دي، لأن هنا مش متوصلة بحاجة، أو لو وصلتها بحاجة 0 ل 20، 0 ل 30، أو 35، أي رقم لأي رقم. وبعدين أقول له الأرقام اللي من دي قسمها لي إلى 11 سيجمنت مختلفة. ففي الحالة دي هتلاقي إن هو مقسمها لي إلى عدد الأرقام اللي هنا دي، عشان هنا كانت من 0 ل 1. طبعا هنا عشان هي 11 سيجمنت، فدايما عدد الأرقام بتاعت التقسيم بيبقى أكبر بواحد، فعشان كده طلع لي 12 رقم هنا، 11 زائد الصفر اللي في الأول. في كومبوننت تاني اسمه راندوم، ممكن اعمل بيه ليست. راندوم ده بيطلع ارقام عشوائية، فهتلاقي هنا مثلا ان هو جه طلع لي في الاوتبوت 10 ارقام، ارقام ما لهمش علاقة ببعض، عشوائيين.